انتي السنه دي والتكريم عن مسلسل من احلى المسلسلات اللي كانت في رمضان، دورك فيه كان مختلف وجميل ودمه خفيف، وحاجة كمان انت فاجئتينا بيها، يعني فكرة بقى ان انت ايه عارفة في اعمال وفي حاجات، بس في نفس الوقت انت طيبة ما بتعمليش حاجة للشر. لا هي بتعمل الخير ما بتعملش الشر، وبعدين اللي بيأذي حد هي بتأذيه ليه؟ علشان تنقذ الغلبان. هي يعني هي ده فلسفة كده. وبعدين هي ست طيبة ودايما بتعمل خير، فطبعا يعني فيش كذا حاجة كده كانت قدامها دمرت الناس اللي هم بيأذوا، طبعا ومنهم نهال عنبر حبيبتي بقت تجيب لها صراصير وتجيب لها معرفش ايه. كان منظر غريب قوي في الحقيقه، لكن انا بعتزي بيه العمل ده، كان عمل حلو وكاتب متميز حسان دهشان والمخرج رؤوف عبد العزيز، الحقيقه كلهم كانوا كويسين قوي قوي.